من المعسكرات. لماذا لم يتدخل القوات الدولية؟ وكم من النازحين ذات الجيود المعسكر؟ صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم. يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة. من المعسكرات. بواجه صعوبات شديدة جدا بالنسبة للمرافقين المرضى. نظرة حول الحياة في المعسكر. في هذه المعسكر وشكر لمنظمة. كلمة سيدة فانتا فونا. أمانيهم، أحلامهم. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من سلسلة اللقاءات التي بدأناها حول مرور 20 سنة على وجود اللاجئين السودانيين بشرق تشاط. في حلقتنا اليوم سننتقل إلى معسكر جبل بشرق تشاط ونلتقي بالأستاذ أسعد طنبور من معسكر جبل، نتناول معه أهم القضايا التي عاشوها وواقعهم في معسكر جبل في 20 سنة التي قضوها باللجوء في شرق تشاط. أهلا ومرحبا أسعد طنبور في راديو دبنجا. مرحبا بك أستاذ الجليل، والتحية لك والتحية للمستمعين الأعزاء، والتحية للإخوة في السودان الحبيب في الداخل النازحين، والتحية للإخوة اللاجئين الموجودين على امتداد مخيمات شرق تشاد عموما. ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعم الأمن والاستقرار بلدنا الحبيب السودان، ونشهد عودة قريبة إن شاء الله هذه المعاناة الإنسانية الطويلة الممتدة. أستاذ أسعد، أنا أكرر الترحاب بك في راديو دبنجا، ونحن اليوم نتحدث حول مرور 20 سنة على وجود اللاجئين السودانيين بشرق تشاط، وانت واحد من اللاجئين بمعسكر جبل وناشط في المعسكر. شنو ممكن تقولوا بمناسبة مرور 20 سنة عليكم وانتم موجودين في اللجوء؟ حقيقة أخي الأستاذ الجليل الصادق، أنا بحييك على هذه الاستضافة، وبحيي الإخوة المعاملين في راديو دبنجا وخدمة الممتازة الطويلة وتسليط الضوء على كثير من قضايا الشعب السوداني، وأهم شيء هي قضايا النازحين واللاجئين. حقيقة يعني نحن أولا نترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا طيلة فترة 20 عاما في النزاع الموجود في السودان، وكذلك يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يشفي الجرحى والمصابين وعمد عودة حقيقية إن شاء الله للمفقودين. حقيقة نحن وصلنا إلى مخيمات شرق تشاد منذ العام 2004، ومكثنا فيها فترة طويلة جدا نتيجة للنزاع اللي حصل في العام 2003 والانتهاكات اللي حصلت من قبل ميليشيات الجنديويت حينها والحكومة السودانية حينها، والنزاع في تلك الفترة والانتهاكات اللي حصلت لنا أفرزت واقع بتاع مخيمات نزوح في الداخل، ونحن كلاجئين اضطررنا إلى الفرار من مناطقنا ووصلنا إلى مخيمات دولة تشاد. وحقيقة طيلة الفترة الماضية كنا آملين تماما إنه الأمن والاستقرار يعم بلادنا، والسلام والأمن يعم كل المناطق الموجودة أو اللي تضررت في تلك الفترة، على أساس إنه بعد فترة بسيطة جدا يمكن إنه الناس يعني تعود إلى قراها وإلى مناطقها وإلى مدنها آمنين إن شاء الله. ولكن للأسف الشديد امتدت يعني فترة الحرب امتدت لفترات طويلة جدا، والانتهاكات ما زالت وكانت وما زالت حتى اليوم مستمرة بحق أبناء الشعب السوداني، وخاصة مواطني إقليم دارفور، والمعاناة المستمرة لفترات طويلة جدا من تقتيل وتهجير وإبادة جماعية وتهجير قسري، وكل الجرائم اللي حدثت بحق إنسان دارفور وشهد العالم أجمع. يعني حقيقة نحن منذ قدومنا إلى مخيمات شرق تشاد، نعم يعني وجدنا ترحاب كبير جدا من قبل الدولة، قيادة الدولة حكومة وشعبا دولة تشاد، وتم توفير كل الإمكانيات المتاحة بالنسبة لهم من الإيواء ومن توفير الخدمات الأساسية والأمن
والاستقرار. وحقيقة يعني هناك هدوء نسبي يشعر به يعني الفار من الحرب، يشعر بأمن وسلامة في المكان اللي هو موجود فيه أو في المخيم اللي هو موجود يعني. ونشكر الحكومة التشادية على هذه الاستضافة طيلة الفترات الماضية على توفير هذا المجهودات الجبارة التي قدمت من توفير أمن واستقرار والمساعدات الإنسانية المقدور عليها أو في الإطار الممكن والمتاح لها في الفترات الماضية. ولكن أخي العزيز يعني كما تعلم إنه يعني مهما طالب بك الأمن والاستقرار في أي دولة من دول العالم يعني ما حيكون بالقدر اللي إنه أنت تكون في أرضك وتكون في وطنك وتكون بين أهلك وتكون في وسط ناسك. وحقيقة الفترة بتاعت 20 عام مرت علينا ونحن على أمل إنه سوف نعود وسوف تحل المشاكل جذريا وسوف تكون هنالك استقرار وسوف يكون هنالك أمن وسيتغير الوضع. وكنا نعيش على هذا الأمل فترة الطوال 20 عام، ولكن للأسف الشديد ما زالت المعاناة مستمرة وما زال وما وبل الوضع أصبح أسوأ مما كنا نعتقد. وهذه الفترة أفرزت الكثير من الأشياء. نعم هنالك أجيال ولدت هنا في المخيم، الطفل يعني ولدوه فترة قبل 20 عام، الآن أصبح منهم من تخرج من الجامعة ومنهم من يقرأ في الجامعة الآن ومنهم من لم يجد فرصة للتعليم ومنهم من يعني لا يدري شيء عن البلد أو لا يدري شيء عن الوطن أو لا يدري شيء عن الأرض. فهنالك الكثير من نعم هنالك إيجابيات مؤقتة، حفظنا الأرواح حفظنا الأنفس، ولكن فقدنا كثير من الأشياء النفسية وكثير من الأشياء الاجتماعية، والأكثر من ذلك يعني فقدنا الأرض والعرض. يعني تقييمنا للعشرين سنة، نعم 20 سنة مرت علينا وما زلنا على نفس الحال يعني. نعم أستاذ أسعد، ذكرت أنه دائما الأمل كان يعني حاضر معكم، أنكم وكنتوا آملين أنه يعود الأمن والسلام إلى البلاد وتعودوا. في محطات في 20 سنة دي كانت بتناغم النازحين بعودتهم إلى أراضيهم واللاجئين بعودتهم إلى أراضيهم وبلدهم، متمثلة في المفاوضات اللي جرت في 20 سنة دي سواء كان بين الحكومة وبين الحركات المسلحة، آخرة كان جوبا. يعني مفاوضات كثيرة جرت، لكن أهم النقاط فيها إنه السيد مني أركو مناوي وقع في فترة من الفترات اتفاق سلام شمل عودة النازحين واللاجئين، وأخيرا في اتفاق تم توقيعه في جوبا برضو شملكم. أحاسيسكم وأثناء الاتفاقات دي ما بتتم وتخاطبكم بأنه يعني قضاياكم حتحل وترجعوا ومن بعد ما تحقق أي حاجة؟ حقيقة يعني أستاذ الجليل طيلة الفترات الفاتت يعني كنا زي ما ذكرت لك قبل قليل كنا نعمل في أي لحظة من اللحظات على يعني على إنهاء الصراع الدائر في المنطقة والحلول الجذرية. كنا نعمل في حلول جذرية تنحي الصراع في الإقليم وتعيد الحقوق المشروعة لأهاليها ولأصحاب الأرض، وعلى الأقل كنا نعمل في أن يتم محاسبة كل المجرمين الذين يعني اللي ارتكبوا الجرائم تجاه العزل والمدنيين الأبرياء في إقليم دارفور في تلك الفترة. فكل ما تكون هنالك مفاوضات يعني تتم عبر المنابر المختلفة زي ما أنت ذكرتها، كنا نعمل في إنه هذه المنابر وهذه المفاوضات وهذه الاتفاقيات التي توقع ما بين الحركات المسلحة والحكومة السودانية حينها بنعمل إنها تنهي الصراع نهائيا وترد المظالم وتغير الواقع على الأرض وتعيد حقوقنا أبسط إنه الأرض اللي هجرنا منها ويتم إزاحة كل اللي موجودين على أرضنا واللي تسببوا في الكوارث اللي نحن دخلنا فيه. فكل اتفاقية بتجي وبالرغم من التباين الموجود حينها كان بيناتنا نحن مما بين مؤيد ومعارض، إلا إننا كلنا بنتفق على الحد الأدنى من استرجاع الحقوق وتنفيذ الشيء اللي كان بيوقعوه ما بين الحكومات المختلفة المتعاقبة وما بين الحركات المسلحة. إنه للأسف الشديد في طيلة الفترة بتاع نظام 30 يونيو نظام الإنغاث يعني وجدنا عدم جدية حينها
في تنفيذ هذه الاتفاقيات ومخاطبة مشاكلنا الجذرية والبسيطة جدا المتمثلة في أنه دارين وطن آمن ودارين حق يسترجع على الأقل أرضنا يرجع وحقوقنا ترجع ولو بصورة نسبية. فللأسف لم نجد يعني بالرغم من التفاؤل الكام بنتابنا أثناء توقيع هذه الاتفاقيات لكن لم نجد الحد الأدنى في أننا يعني من المطلوبات اللي احنا كنا عاوزينها أنها تنفذ على الأرض وعبرها يمكن نقدر يعني نلتمس سلام حقيقي يجري على الأرض وبعد ذلك من ثم التفكير في 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 استرداد بعض الحقوق ومن ثم التفكير في العودة طوعيا في 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 الزمن ده. فكل هذه للأسف الشديد كل هذه المناظر ذهبت بهذه الطريقة لكن تفاعلنا أكثر بمنبر جوبا الأخير نتيجة لأنه هذه المنبر يعني أو هذا المنبر جاء بعد معاناة وبعد إسقاط نظام كان السبب الرئيسي والأساس في كل معاناة اللاجئين والنازحين الموجودين الآن في المخيمات. فتفاعلنا كثيرا أنه الحكومة اللي أعطت نظام البشير يمكن أنها تكون جادة جدا في تنفيذ اتفاقية تعالج كافة القضايا العالقة وتعالج كافة المشاكل الجذرية اللي نحن كنا بنعاني منها. وبسانحة طيبة جدا أنه في غياب المتسبب في تهجيرنا نحن يمكن أنه الشخص البديل لهذا يعني لهذه الحكومة السابقة أنه يتم تنفيذ هذه الاتفاقية وتكون هنالك سلام نهائي يشمل ويخاطب كافة جذور الأزمة. وهذا السلام يمكن أن يعيدنا طوعيا عبر معالجة المشاكل اللي بنعاني منها. ولكن مع ذلك استصحب المنبر ده عوائق كبيرة جدا ومشاكل كثيرة جدا. نعم. والآن بطريقة أو بأخرى وصلنا حل إنه مما أن يحفظ السلام أصبحت الحرب أشمل. نعم. يعني 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 من حديثك طيلة العشرين سنة يعني كان الأمل يعني يتجدد دائما بأي لقاء سياسي وتفاوضي بين الحركات إنكم يعني ممكن ينجز لكم اتفاق يرجعكم للبلد وآخره كان جوبا. الآن أستاذ أسعد وبعد العشرين سنة ورغم الأماني اللي احتفظت بها طيلة الأمر تجدد الصراع في السودان وتجدد الصراع في إقليم دارفور وفي المناطق التي حربت منها وحتى الأهل الذين تركتوهم خلفكم الآن لحقوا بكم وبأعداد كبيرة. هل هذا الأمر يمثل لكم خيبة أمل؟ أوصف لي إحساسكم تجاه تجدد الصراع وتجدد الجرائم التي يعني أجبرتكم للهروب من السودان واللجوء إلى تشاد الآن بتشوفوها يعني واقع أمام عيونكم للمرة الثانية بعد 20 سنة. باختصار عليك الله أستاذ لأنه تاني في أسئلة ودارين نحافظ على الزمن. تفضل. حقيقة بعد 20 عام والمعاناة اللي كنا نراها وأملنا زي ما ذكرت أنه ممكن هذه المعاناة يمكن تنتهي بين عشية وضعاها بعد إسقاط نظام البشير ولكن للأسف الشديد يعني أصبنا بإحباط أكبر وأكبر وبصورة يعني مريعة جدا عندما رأينا مؤخرا هذه الأحداث الأخيرة وحجم الجرائم التي ارتكبت بحق أهلنا الفارين الآن ونحن الآن شهود يعني عيان على حجم المعاناة والكارثة للاجئين القادمين الجدد اللي هو في حالة يعني أسوأ من الحالة اللي فررنا بها في العام 2003 و2004. فحقيقة هذه المعاناة وهذه المسائي وهذه المأساة حقيقة شكل عندنا الآن يعني نظرة بتاعت خيبة عمل واسعة جدا تجاه إنه الآن ما يدور في السودان هو أسوأ بكثير وهو من ضمن المجازر والجرائم والانتهاكات اللي ارتكبت يعني من الأفظع الفظائع اللي ارتكبت في العصر الحديث. فده خلى انه الان بسيط الامل اللي كان موجود بسيط جدا في فترة العشرين عام انه لم يتجدد ولم يتجدد ولكن مع ذلك حجم التفاؤل موجود في اننا سنرى واقع افضل ان شاء الله في القريب العاجل. أستاذ أسعد يعني طيلة العشرين سنة دي ما فكرت ولا للحظة
إنكم يمكن أن يعني تستوطنوا في دولة تشات وتكونوا موجودين تندمجوا. والله حقيقة أخي العزيز، زي ما تعلموا جميعا أنه أي لجوء في العالم ينتهي إلى ثلاث، ينتهي إما وضع اللاجئ، ينتهي إما بالعودة التطوعية طوعيا في حال استقرار بلده واستتباب الأمن والسلام فيها، وإما بالتوطين في الدولة اللي أنت موجود فيها أو إعارة توطينك لدولة ثالثة. وحقيقة الآن على حسب التاريخ الطويل في العشرين عام هنالك خيارين كانت متاحة بالنسبة للاجئين، في إما يتم إعادة توطينهم لدولة ثالثة عبر استهداف بعض الشرائح المطلوبة، يعني في بعض الشرائح بتقع عليهم إجراءات إعادة التوطين لدولة ثالثة، وإما العودة طوعيا، لكن لم يتاح حتى الآن بواسطة المنظمات والسلطات المحلية لم تتاح فرصة التوطين في الدولة هنا، مع أنه السلطات الآن تعامل اللاجئين كمواطنين سواسيا في كل الأشياء، فقط في بعض الأشياء البسيطة هنالك مميزات، ولكن لم يتم التفكير بعد حتى الآن في التوطين في دولة تشاد نتيجة لبعض الأسباب، ونتيجة لحتى لم يتم التطرق إلى هذا الأمر بواسطة المنظمات رسميا. أستاذ سعد، اللاجئين والنازحين كانوا أكثر الشرائح فرحا وتقبلا لقرار إحالة ملف دارفور من قبل مجلس الأمن للمحكمة الجنائية الدولية، وفرحوا أكثر عندما بدأ أوكامبو المدعي العام الأول للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق، وأعلن أنه هو بصدد ملاحقة الرئيس عمر البشير وأعوانه الخمسة بما فيهم أحمد هارون وعلي كوشيب. يعني الناس فرحوا فرحة كبيرة وبدوا يحسوا بأنه العدالة ستحقق وسوف تختص لهم من المجرمين، لكن الأمر أخذ زمن طويل واللاجئين لم يروا العدالة بعيونهم. تقدمت قضية واحدة، قضية علي كوشيب، وما زالت تراوح مكانها. هل ما زلتم بتثقوا في العدالة الدولية ممثلة في المحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات الدولية المعنية بإيقاف الصراع إنها ممكن تقف بجانبكم وتقدم لكم حلول؟ والله حقيقة أستاذي، نحن كلاجئين ونازحين وضحايا لتلك الحروب اللي حصلت في الفترات الفاتت منذ 20 أو أكثر من 20 سنة، يعني كنا نعتقد ونعم نثق تماما في الأجهزة العدلية الدولية في إنها يمكن أن تقتص من هؤلاء المجرمين ويتم تقديمهم للمحاكمات ويتم تقديم المتهمين للمحاكمات، ومن ثبت تورطه يمكن أن يحاكم محاكمة عادلة وناجزة، ولعل أن يكون هنالك تعويض معنوي بسيط جدا للضحايا. ولكن للأسف الشديد أستاذي الصادق، طيلة الفترة بتاعت 20 سنة عندما كنا نعتقد عندما كان البشير في سدة الحكم هنالك صعوبة في الوصول لهؤلاء المتهمين، وهنالك صعوبة في اتخاذ بعض الآليات والتدابير اللي يجعلهم إنهم يصلوا للمتهمين، ولكن بعد إجراءات أو بعد ثورة ديسمبر وإسقاط نظام البشير، يعني كنا أكثر تحمسا وفعالية، خاصة عندما كانت هنالك وفود من المحكمة تذهب إلى الخرطوم وتقابل إدارة الحكومة والدولة في تلك الفترة. كنا على أمل أنه سوف يتم تسليم هؤلاء المجرمين وتقديمهم لمحاكمة عادلة وناجزة وحالية وفورية، ولكن للأسف الشديد اصطدمنا أيضا بواقع آخر ولم نكن نظنه في الحسبان، أن الحكومة التي أعقبت حكومة البشير أيضا تماطلت في تسليم المجرمين أو رفضت، أو لم تكن هنالك آلية واضحة جدا لتسليم هؤلاء المجرمين على الأقل للاقتصاص. فهذا الأمر جعلنا نفكر مرة أو مرتين حول إمكانية المحكمة أو محكمة العدل الدولية في تطبيق تلك القرارات الممنوحة لها والمشرعنة بواسط مجلس الأمن الدولي. فلم نكن نتخيل أن هذه المحكمة حتى الآن بعد سقوط البشير ب4 أو 5 سنوات لم تستطيع حتى الآن في الوصول للمجرمين سوى مجرم واحد. ف
فلا ندري هل هذا ضعف الآليات المتاحة بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، أو هناك شيء ما في الحكومة التي عقبت حكومة البشير. فالآن نعم، هناك خيبة أمل حقيقة وسط اللاجئين حول عدم الوصول للمجرمين الحقيقيين واللي ارتكبوا هذه الجرائم وما زالوا يعني طلقاء وما زالوا يمارسون حياتهم الطبيعية ولم يمسوا بشيء. سمع أستاذ أسعد، في الفترة الأخيرة يعني المدعي العام الأخير الذي خلف فاتو بن سودة كريم خان يعني زار معسكرات تشات، الكلام ده الأسبوع الماضي، زار فرشنا وزار أدري، ومن بعدها قدم إحاطة لنشاط مكتب المدعي العام في ملف دارفور في 6 شهور الأخيرة. المدعي العام ومن خطاباته يبدو أنه كان متفاعل وكان يعني حتى عاطفي شديد، وهو بيتحدث مع الضحايا وبيقابلهم وبيطالبهم بالوحدة والصبر، وأن العدالة مهما تأخرت لابد أنها تأتي، وقدم إحاطة أمام مجلس الأمن. يعني أخيرا وقبل ما أودعك، كيف تنظر لنشاط المدعي العام الجديد كريم خان وزيارته للاجئين في شرق تشات والوعودات القدمة والإحاطة القدمة لمجلس الأمن؟ أستاذي، نحن ننظر الآن إلى هذه، نعم هنالك تحركات ممتازة جدا من المدعي العام كريم خان واجتهاده في الفترة الأخيرة للحصول على أكبر كمية من الأدلة والوثائق التي تثبت تورط المجرمين أو المتهمين الآن، سواء كان من قبل 20 عام أو في الأحداث الأخيرة. وفي اعتقادنا أن المحكمة الآن مليئة بالوثائق والضحايا موجودين والأطراف القضية مكتملة، المجرمين موجودين والضحايا والأدلة مكتملة. ولكن أخي العزيز، ما ينقصنا هو الآلية، يعني ما يجعلنا لن نتفائل كثيرا أنه كعهد بن سودة جاء إلى الخرطوم عدة مرات وكنا نتفائل فأن تكون هنالك تفاهمات حقيقية وآليات يمكن عبر هذه الآليات الوصول إلى المجرمين، وهم معروفين أين يوجدوا الآن، وكقبله لويس مورينو أوكابو وحتى الآن كريم خان. فهذه التحركات يمكن أن تكون إيجابية من أجل على الأقل استمرارية القضية في المحكمة الجنائية الدولية. ولكن الآن أصبحنا إن لم تكون هنالك جديدة على الأرض لا يمكن أن نفرط في التفاؤل كسابق عهدنا. فأنا وغيرنا من اللاجئين ننظر إلى المسألة بالعين الوسطي، حتى الآن لا نفرط في التفاؤل لأنه كغيره من ولا يوجد لا توجد مبررات حالية في إطلاق سراح أو عدم القبض على مجرمين ارتكبوا جرائم من قبل 20 عام والآن هم طليقين بل يتزاوروا ويسافروا إلى دول موقعة في هذه المعاهدة بتاعت روما اللي هي بتحكم أو تنظم عمل المحكمة الجنائية الدولية. ولكن هذه التحركات الأخيرة نوعا ما ننظر إليها بعين أن يمكن أن يكون هنالك أفضل يوم غد. الأستاذ أسعد طنبور، الناشط واللاجئ بمعسكر جبل للاجئين السودانيين بشرق تشات، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجا في إطار تغطية مضي 20 سنة للاجئين السودانيين بمعسكرات شرق تشات. شكرا لك أستاذ أسعد. شكرا جزيلا أستاذنا الجليل الصادق.